أسست السعودية صندوق الاستثمارات العامة قبل 45 عاما بهدف تمويل المشروعات الإنتاجية ذات الطابع التجاري في المملكة أو المساهمة في رأس مالها، وهو الأمر الذي جعل من الصندوق محفظة لأملاك الدولة في المشاريع التجارية. ويعتبر الصندوق أكبر الجهات الحكومية المساهمة في سوق الأسهم السعودي بقيمة سوقية لأسهمه تتجاوز 500 مليار ريال. إضافة لذلك، تملك الصندوق لحصص في شركات غير مدرجة، وتتنوع استثماراته في قطاعات من بينها البتروكيماويات، مصافي التكرير، التعدين، الحديد والصلب، النقل وتقنية المعلومات. استثمارات الصندوق تركزت في السابق على داخل المملكة، وكان لها الدور الأكبر في إنجاز مشاريع عملاقة من بينها مشاريع مرتبطة بالحرمين الشريفين أو حتى مشاريع النقل في المدن المقدسة داخل المملكة. شهد الصندوق نقطة تحول جوهرية شهر مارس من العام الماضي، ففي خطوة لإعادة تنظيم الأجهزة الاقتصادية للحكومة تقرر أن يكون ارتباط الصندوق بمجلس الاقتصاد والتنمية، ويرأس مجلس إدارته ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يقود تحولا اقتصاديا كبيرا في البلاد. وتعمل السعودية حاليا على إعادة هيكلة الصندوق ليلعب دورا فاعلا في تنويع مصادر الدخل. ففي مقابلته مع بلومبرغ أشار ولي العهد إلى أن الحكومة ستحول ملكيتها في شركة أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهذا سيجعل الاستثمارات من الناحية الفنية هي المصدر الأول للدخل الحكومي. وبحسب المعلومات الأولية، فإن إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة ستتضمن رفع قيمة الاستثمارات الخارجية من رأس مال الصندوق لتصل إلى 50% مقارنة مع حصتها التي تصل إلى 5% حاليا. عقيل بو 50، العربية.